الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معنا أصدقائي في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نقدمه لكم. المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. أول أمر نريد مثلا أن نعرف ما هي سعة ونوع نوع نوع الديسك دور الذي يوجد عندنا في حاسوبنا. نذهب إلى الإنترنت ونقوم بالدخول إلى هذا الموقع، نكتب هذه الأداة كريستال ديسك أنفو، ثم ندخل إلى الموقع نقوم بتحميلها. من هنا ثم من هنا ننتظر قليلا. هذا هو المساج الذي سوف هذه الرسالة التي سوف تظهر لنا. أنا قمت من قبل بتحميله. ما عليكم، سوف الضغط من هنا واتباع الخطوات عندما يقول مثلا هنا هو ديجا محمد، ديجا قمت بتحميله. نضغط على وي، قمت بتحميل هذه الرسالة تقول يوجد هذا البرنامج في حاسوبك. ندخل إلى من هنا ثم تظهر لنا الديسك. سأعيدها من جديد، قم بتشغيلها كريستال ديسك أنفو أوفرير. ثم سوف يظهر بعد قليل، تظهر قليل. نقوم بنسخ هذا الاسم ونبحث عليه في الانترنت، نقوم بالضغط باللصق، نذهب إلى جوجل. ثم يعطينا نوع كما سنلاحظون دبل في تي، ثم يعطينا نوع القرص الصلب أو ما يسمى بديسك دير الذي يوجد بالحاسوب بطريقة سهلة. هذا هو الديسك دير الذي يوجد داخل حاسوبي، هو تيب ديسك ستوندار، انترفاس ساتا، فيتاس و تي بي. نعم، ديسك دير انترا ساتا سي جي بي بار سكوند. نتمنى ان ينال اعجابكم الفيديو. لا تنسوا من فضلكم الاشتراك في القناة لكي تقوموا بدعمنا، وأرجو من الله أن تكونوا في صحة جيدة، وشكرا لكم على المتابعة. شكرا.